بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف بسم الله الرحمن الرحيم، قال: كتاب صلاة الاستسقاء. قال: كتاب صلاة الاستسقاء، يعني هذا الكتاب يعنى بالكلام عن أحكام صلاة الاستسقاء، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الحال المتعلق بها. والاستسقاء هو طلب السقيا. وأما حكم صلاة الاستسقاء فقد أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة، فإجماع العلماء على أن صلاة الاستسقاء سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في مسألة، وهي: هل الاستسقاء يكون له صلاة أم أنه يكتفى بالدعاء؟ ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أو إلى أن صلاة الاستسقاء لها، أو أن الاستسقاء له صلاة، له صلاة. وخالف أبو حنيفة رحمه الله تعالى في ذلك، وقال أنه لا تسن لها صلاة، وإنما يكون الاستسقاء بالدعاء، إنما يكون الاستسقاء بالدعاء. والصحيح هو قول جماهير أهل العلم في أن الاستسقاء له صلاة. تمسك أبو حنيفة رحمه الله تعالى ببعض الأحاديث التي وردت في الاستسقاء ليس فيها صلاة، ليس فيها صلاة، كحديث الأعرابي الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، وجعل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى للاستسقاء، وسيأتي الحديث معنا في الباب. فأبو حنيفة تمسك بمثل هذا. والصحيح كما ذكرنا أن الاستسقاء له صلاة، وهذا عليه قول عامة أهل العلم من السلف والخلف. والدليل على ذلك الأحاديث التي فيها ذكر الصلاة، التي فيها ذكر الصلاة، أي الصلاة المخصوصة، وهي صلاة الاستسقاء. وكما هي القاعدة الأصولية عند العلماء أن المثبت مقدم على النافي، وذلك لأن المثبت فيه زيادة علم، أو المثبت مقدم على النافي لأن المثبت جاء بزيادة علم، لأن المثبت جاء بزيادة علم. ولذا فصلاة الاستسقاء صلاة ثابتة بالسنة، وجاءت الأدلة على ذلك. وبعض العلماء ذكر يعني كلاما جيدا، وهو أنه من الممكن أن يقال بهذه الأقوال لكن من غير معارضة لبعضها، فقالوا هذه مراتب، هذه مراتب، وهي أن الاستسقاء يكون على مراتب. المرتبة الأولى، أو ثلاث مراتب يعني، المرتبة الأولى
وهي الاستسقاء بالدعاء. المرتبة الثانية وهي الاستسقاء بالدعاء عقب صلاة مفروضة، عقب صلاة مفروضة كجمعة أو نحو ذلك. الصورة الثالثة وهي أكمل الصور وأفضل الصور، وهي الخروج للصلاة المخصوصة وهي صلاة الاستسقاء بصلاة ركعتين قبل الخطبة كما هو في العيد. ولذلك فصلاة الاستسقاء يشرع لها خطبة كذلك، وتكون الخطبة كذلك بعد الصلاة كالعيد، تكون الخطبة بعد الصلاة كالعيد. ويجهر في هذه الصلاة أيضا صلاة الاستسقاء يجهر بالقراءة، يجهر بالقراءة لما ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا صلاة الاستسقاء من أحكامها أنها لا يسبقها أذان، ويستحب أن ينادى لها الصلاة جامعة. هذا مجمل يعني بعض الأحكام المتعلقة في بصلاة الاستسقاء. قال كتاب صلاة الاستسقاء، قال عن عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. يعني يحكي الصحابي عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، وفي قوله خرج إشارة إلى استحباب الخروج في الصحراء ونحوها لصلاة الاستسقاء لما في الصحراء من السعة في استيعاب الناس والجماهير، ولما فيه كذلك مشابهة، لما فيه مشابهة بأيضا صلاة العيد. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. فاستسقى يعني خرج ودعا الناس للخروج. والعلماء يقولون أنه يستحب أن يدعو الإمام أو نائبه الناس لهذه الصلاة، وإذا خرج خرجوا تائبين متصدقين بين يدي هذه الصلاة خاشعين. كذلك أيضا مما يتعلق بخروج الإمام وخروج الناس، أن بعض العلماء ذكر أنه لا بأس باصطحاب الأطفال من باب إظهار الافتقار والضعف لله سبحانه وتعالى، بل ذكر بعضهم أنه لا بأس باصطحاب حتى البهائم والدواب، فيكون هذا فيه تعبير عن يعني الخوف من الهلكة والافتقار إلى الغيث والغوث من الله سبحانه وتعالى. قال: فاستسقى أي طلب السقيا من الله تعالى، وحول رداءه حين استقبل القبلة. هذا من الأحاديث التي يتمسك بها أبو حنيفة رحمه الله في مسألة عدم ثبوت الإيش الصلاة. فالعلماء يجيبون على ذلك بأن هذا يحتمل أن الراوي لم يذكرها، فإنه لم ينفيها، يعني عدم ذكرها ليس دليلا على نفيها، ولا سيما أنه قد وردت أحاديث أخرى تثبت ذلك، تثبت ذلك. قال: وحول رداءه حين استقبل
القبلة. وفيه أيضا استحباب تحويل الرداء، وتحويل الرداء يعني أن يلبسه على المقلوب أو على الجهة الأخرى. فالعلماء منهم من يقول هذا من باب إظهار الفقر والافتقار، إذ هذه هيئة تبذل يظهر بها العبد عظيم افتقاره إلى فضل ربه. وأيضا يقولون أن هذا فيه تفاؤل بتغير الحال، فيه تفاؤل بتغير الحال، التغيير يعني سنغير الهيئة، لابس رداء يقوم يقلب الرداء تفاؤلا بتغير الحال. نعم. واختلف العلماء هل هذا يختص بالإمام أم أنه يعم الناس جميعا. اختار الشافعي رحمه الله تعالى أن يكون هذا عام للناس جميعا، يعني قلب الرداء هذا للناس جميعا، الإمام وغير الإمام، الإمام وغير الإمام. ثم قال: باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. قال عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، غير أن عبد الأعلى قال يرى بياض إبطه أو بياض إبطيه. عبد الأعلى هذا أحد الرواة في السند، يعني لما رواها رواها كذلك يعني. قال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه. حتى يرى بياض إبطيه يعني ما يرى موضع الإبطين، يرى موضع الإبطين، وليس المقصود هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عاري الكتف حيث أو عاري العضد حيث رفع يده فظهرت إبطه أو ظهر إبطه. فالأظهر أو يعني اليحمل أكثر أن المقصود ببياض إبطيه يعني موضع إبطيه من شدة الرفع، فظهر هذا الموضع، ظهر هذا الموضع. قال كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه. ظاهر الحديث، ظاهر الحديث يدل أو ظاهر الحديث فيه أنه لم يكن يرفع يديه صلى الله عليه وسلم في غير الاستسقاء، أليس كذلك؟ لأنه أنس ينفي، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فظاهر الحديث نفي رفع اليدين في الدعاء إلا في الاستسقاء. فتوهم بعض الناس ذلك حتى قال بعدم جواز رفع اليدين في الدعاء، وهذا باطل. فإنه كما أجاب أو قال العلماء حول حديث أنس فهذا محمول على هيئة تختلف عن الهيئة التي كان عادة يرفع يداه عليها صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد ثبت كما قال النووي رحمه الله تعالى في أكثر من 30 حديثا رفع اليدين، ثبت في أكثر من 30 حديثا رفع اليدين في الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فمعنى قول أنس كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه متأول على لم يكن يرفع يديه على هذا النحو، على هذا النحو. ولذلك مما يؤكد هذا الرواية الأخرى عند مسلم أيضا، الرواية الأخرى عند مسلم أيضا
قال فأشار بظهر كفيه إلى السماء، فأشار بظهر كفيه إلى السماء، يعني هو يدعو صلى الله عليه وسلم، أشار بظهر كفيه إلى السماء هكذا، يعني جعل يديه هكذا. وهذه الهيئة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في الدعاء، إنما كان يوجه بطون كفيه إلى السماء، أما ظهور كفيه فلم يفعلها إلا في الاستسقاء. ومنه أخذ بعض العلماء أنه يستحب فعل ذلك في كل دعاء فيه حاجة شديدة وافتقار شديد يشبه حال الناس عند الاستسقاء، يعني إنسان في كرب شديد ومحنة شديدة ونحو ذلك، فإنه إذا اشتد في الدعاء جعل ظهور يديه إلى السماء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. بل بعض العلماء قال بأن الصفة كانت عبارة عن صفة انكسار، يعني هكذا كحال الأسير الذي يعلن أنه ليس معه شيء، ولذلك هو يحتاج إلى عون ربه سبحانه وتعالى. وعليه فالدعاء أو يرفع اليدين في الدعاء هذا مستحب، هذا مستحب، والأدلة عليه كما أشرنا من كلام النووي في أكثر من 30 حديثا، ولعل من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن فعله، يقول إن الله يستحي أن إذا رفع عبده يديه يدعوه أو يسأله أن يردهما صفرا خائبتين، وغير ذلك. نعم. ثم قال باب الدعاء في الاستسقاء. باب الدعاء في الاستسقاء. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء. عن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، باب جهة دار القضاء، فإذا يعني دار القضاء هنا لا يقصد بها دار القضاء يعني التي يقضى فيها بين الناس، لا، إنما كان مشهور عند الناس في هذا الوقت الإشارة إلى دار معينة باسم دار القضاء، يقصد بذلك أن هذه الدار هي الدار التي كان يملكها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولما مات عمر كان عليه دين كبير يزيد على 80 يعني لعل نحو 80,000 دينار أو نحوها، لا أذكر العدد بدقة يعني. فلما مات عمر رضي الله عنه كان عليه دين كبير، فقال لولده أن يقضي عنه دينه من كذا وكذا وكذا، فإن لم يكن كذا فكذا، فكان من بين ما باعه عبد الله بن عمر في قضاء دين أبيه هذه الدار، فسميت بدار الإيش القضاء، يعني قضاء دين عمر، ولعلها اشتهرت بين الناس لما فيها من الغرابة في أحوال الأمراء الذين كانوا والأمراء الذين جاءوا بعدهم. فعمر أمير المؤمنين يموت مدينا حتى تباع داره ليقضى دينه وهو أمير المؤمنين، بخلاف غيره من جاء بعد ذلك صار يكنز المال والعياذ بالله، يعني جاء بعد الخلفاء الراشدين صار يكنز المال ويجمعه ونحو ذلك. قال أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الجمعة، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، ثم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني لأجل أن المطر لما امتنع أجدبت الأرض، وكذلك أيضا أمسكت الدواب، وصار كل شيء في الحياة مهدد، لأن الماء عماد الحياة. فإن الله عز وجل يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، ولذلك كاد الناس أن يهلكوا وأن يموتوا، والناس إذا امتنع عنهم الماء أوشكوا على الهلاك. ولذلك تجد الصراعات بين الناس أحيانا تكون بسبب الماء. نعم. قال فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، يغيثنا من الإعانة والغوث، يدعو الله أن يعني يجعل لنا عونا أو يكون لنا معينا فيما نحن فيه. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، أهو فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو في الجمعة. نعم. قال ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. سبحان الله. يقول أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، لسحاب متوالي كما هي عادة السحاب، يعني لما يكون موجود في السماء تجد السحب ما بتمشي وراء بعضها، ولا قزعة يعني سحابة حتى واحدة مستقرة أو نحو ذلك، ولا سحاب ولا قزعة. وما بيننا وبين سلع، وسلع هذا جبل كان يعني يرى من يعني مكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحاب. هو بيقول ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، لماذا؟ أي لا تحجب الرؤية، لا يوجد دور ولا بيوت تحجب الرؤية، حتى أننا نرى على بعد كبير جدا إلى درجة أننا نرى إلى جبل سلع ولا توجد سحب، كل هذه المسافة. ودي آية من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة التي دخل فيها الرجل يقول أنس لا في السماء لا سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع بيوت ولا دور، يعني كل المنطقة اللي فوق المدينة ما فيهاش سحب. وسبحان الله، بمجرد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا نزل المطر. سبحان الله العظيم، مع أن الأسباب المادية إيش؟ مش موجودة. الأسباب المادية اللي هي عبارة عن السحاب والرياح ونحو ذلك مش موجودة. وفي الحقيقة هذا فيه درس يعني للمؤمنين عموما والمسلمين عموما في التوكل على الله تعالى. ثم كذلك فيه في الحقيقة أيضا درس آخر لمن والعياذ بالله تمسك بالمادية، حتى ربما وصل إلى الإلحاد عند بعض الناس، والعياذ بالله خلاص واحد زائد واحد تساوي اثنين. طيب ما ممكن واحد زائد واحد دي بقدرة الله تبقى حاجة تانية، هذه عقيدتنا أهل الإيمان، إن واحد زائد واحد دي النواميس المعتادة، لكن ممكن النواميس المعتادة دي تتغير بقدرة القدير سبحانه وتعالى. وإلا البحر سنته السيولة، واحد زائد واحد تساوي اثنين، ده مادية سنته السيولة. طيب هل يتجمد هذا البحر ويصير كالجدار هذا مثلا؟ شيء مش ممكن في نواميس الحياة، لكن إذا شاء الله كان. ولذلك والنار كذلك يلقى إبراهيم فيها سبحان الله العظيم، وهي التي من سنتها الإحراق،
ومع ذلك سبحان الله العظيم، والله جزاكم الله خير الجزاء. يعني هذه إشارات كلها والله تصلح كبحث للكلام في مسألة الإلحاد ونحو ذلك. يعني مشهد الاستسقاء، مشهد النار، مشهد اللي ذكرته أنا الماء، موسى عليه السلام البحر، هذه مشاهد وغيرها في الحقيقة كلها تدل على معاني عبودية عظيمة جدا عند أهل الإيمان، وأنهم يتوكلون على ربهم ويعتقدون أن الله قدير على أن يغير هذه السنن المادية وأن يجعل سبحانه وتعالى ما يشاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما إن دعا حتى نزل المطر، وفيه دليل في مواجهة الملاحدة على وجود الله سبحانه وتعالى، لأنه يسمع سبحانه وتعالى وعلى إجابته دعاء عبده سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين يجيب دعواهم، ومنها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها دعاء أيوب وغيره. نعم. قال أنس والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس. سبحان الله، جيت منين دي؟ فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس. خلاص ربنا أراد الآن يبقى فيه مطر، خلاص تطلع سحابة دلوقتي كن. نعم. قال فلما مثل الترس، الترس ده اللي هو بيتحصن به المقاتل سواء في درع أو في صدره يوم يتحصن به، فأنس بيصف أن السحابة غطت الإيه؟ المساحة بتاعت المدينة، سحابة مثل الترس غطت المدينة. سبحان الله العظيم. قال فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. سبحان الله العظيم. لما توسطت السماء انتشرت توسعت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. أو لا شيء يعني غطى المدينة كما يغطي الترس الإيش الإنسان اللي يتحصن به، فغطى المدينة أو غطت السحابة إيش المدينة. ثم قال رضي الله عنه فوالله ما رأينا الشمس سبتا. ما رأينا الشمس سبتا، العلماء يقولون سبتا السبت في اللغة من القطع، يعني ما رأينا الشمس زمنا، قطعة من الزمان، يعني قطعة من الزمان. وتوجيه السبت على أن اليوم المعروف لا، ليس هو الصحيح. قال وما رأينا الشمس سبتا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، لأنه ليس من عادة العرب أن يحسبوا الأسبوع من يوم السبت، حتى يقال مثلا من السبت للسبت، ثم إن هو الرجل دخل الجمعة. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما، يعني نفس الوصف ونفس الطريقة، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. سبحان الله العظيم. كان الجمعة الماضية ادعوا الله أن يغثنا، يعني ينزل المطر لنا، فادعوا الله أن يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه. ولاحظ الملاحظة الجميلة دي في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في مقابلة سؤال الرجل. الرجل قال اللهم الله ادعو الله يمسكها عنا، يمسكها يعني يعمل ايه؟ يقطعها خالص. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر.
وفي رواية أخرى حوالينا ونحو ذلك. فقال اللهم حولنا، يعني اجعل هذا المطر في أماكن أخرى، هذا ابتداء. لذلك العلماء يقولون وفيه عظيم أدب النبي صلى الله عليه وسلم وفطنته صلى الله عليه وسلم، إذ أنه دعا بإمساك المطر المضر، المطر المضر، واجعل هذا المطر الزائد في الأماكن النافعة. فهناك أماكن لا تتضرر ولو بقي المطر فيها طول العام، أما الذي يتضرر فامسكه عنا، أو يكون فيه الضرر امسكه عنا. اللهم حوالينا، لأن علينا لم نقدر على تحمله على الدوام. ولذلك قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب. الآكام جمع أكمة، والضراب جمع ضرب. الأكام جمع أكمة، الأكمة هي الذي هي الجبل الصغير الذي دون الجبل الكبير، اللي هي اللي بتبقى عاملة زي يعني الرابية، بيقولوا الرابية اللي هي بتبقى مبقاش لها رأس، الجبل عادة بيبقى له رأس. فالأكام الأماكن اللي هي زي الجبال بس لها سعة، فدي تستوعب الماء ما فيش أي مشاكل. قال والضراب، أماكن شبيهة بها، قيل دون الرابية أيضا. وبطون الأودية، بطون الأودية هذه فيها نفع للناس، لأن الأودية لو امتلأت ماء حتى الناس عند الحاجة يأتون ويأخذون من هذه الأودية، وهي الأماكن المنخفضة من الأرض بين الجبال. ومنابت الشجر، ومنابت الشجر، لأنه الشجر خصوصا في الصحراء لا يتضرر بكثرة الماء، لا يتضرر بكثرة الماء. ولذلك فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، أولا أنه لما دعا نزل المطر مباشرة، حتى أن الراوي يقول فجاءت سحاب، ثم لما دعا في المرة الثانية أيضا، وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، دعا صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله دعاءه فامتنع المطر، حتى قال الراوي فخرجنا، كما في رواية أخرى ونفس الرواية قال فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس، قال فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس، ولو في سحب الشمس لا تكون موجودة. فهذا أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد ما دعا اختفت السحب وظهرت الشمس. نعم. قال شريك، فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. بعض الشراح للأحاديث وروايات الحديث ده يقولون هو نفس الرجل، هو نفس الرجل، كما في بعض الروايات عند غير البخاري. فالشاهد من هذا الباب أن الدعاء أو أن الاستسقاء يجوز أن يكون من خلال ماذا؟ من خلال الدعاء عقب صلاة فريضة أو أثناء جمعة ونحو ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان أفضل وأكمل صور الاستسقاء هو كما ذكرنا الصلاة. قال عن أنس قال أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه تعالى. هذا الحديث في الحقيقة لعل مسلم أورده من باب أيضا يعني الفوائد المتعلقة بمسألة نزول المطر، فإنه إذا نزل المطر فإنه يستحب للإنسان أن يفعل هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا أي عما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أنه إذا رأيتم المطر فاسألوا الله من فضله، وإذا سمعتم كذلك صوت الديك فاسألوا الله من فضله، لأنها أوقات تفتح فيها أبواب السماء.
قال أنس: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر. قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه. حسر يعني كشف النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه، قيل أنه كشف ثوبه وذراعيه. قال: حتى أصابه من المطر، يعني أصاب ما كشف من يعني بدنه صلى الله عليه وسلم. فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه، يعني هذا المطر حديث عهد بربه، يعني هذا المطر حديث عهد بتكوين ربه سبحانه وتعالى. فإن الله تعالى قال له على الفور في هذه اللحظة كن فكان، حديث عهد بأمر الله له أن يكون فكان. ثم العلماء يستنبطون كذلك أن المطر رحمة للناس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المطر أخذ منه تبركا بأن هذا بداية الرحمة، هذا بداية الرحمة. ولذلك فإنه يستحب للمسلم أن يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر. باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر. قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه. قالت: فعرفت ذلك في وجهه. قالت: فسألتهم، فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر. يعني النووي يبوب بأن هذه مستحبات أو آداب يتأدب بها المسلم إذا وجد هذه الأحوال، إذا وجد هذه الأحوال الريح الغيم المطر، ماذا يفعل المسلم إذا وجد هذه الأشياء. وفيه رد على والعياذ بالله يعني العلمانيين الذين يعبدون والعياذ بالله المادة والعياذ بالله ويكرهون الشريعة. فإن الشريعة الإسلامية لم تترك شيء، حتى في ربما أهون الأحوال التي لا يتخيل أنها خص لها مثل هذا. انظر عندما تكون الريح المسلم له أحوال يتأدب بها، عندما يكون الغيم له أحوال يتأدب بها، ينزل المطر له أحوال يتأدب بها، ونحو ذلك في كل أحواله المسلم متعلق بربه سبحانه وتعالى. فكيف تريدون والعياذ بالله البعداء أن تبعدوا المسلمين عن دينهم بالكلية؟ والله لم يجعل المسلم ينفك عن دينه حتى في أصغر الأحوال وأهون الأحوال، ومنها مسألة إذا رأى الهواء، إذا رأى الريح ونحو ذلك. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. انظر، هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن يكون حال المسلم، ينبغي أن يكون حال المسلم إذا رأى الريح وهبت الريح ونحو ذلك. قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر. وإذا تخيلت السماء
تخيلت السماء، قال العلماء يعني إذا نظر الناظر إلى السماء وهي تحمل الغيم والسحب تخيل أنها تحمل المطر، تخيل أنها تحمل المطر، وهذا هو المقصود به تخيلت السماء، يعني ينخدع الناظر إليها فيظن أنها تحمل الماء. قال وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر. وهذا فيه بيان لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصلت هذه الأحوال، وهي إن الرياح تهب شديدة، غيم شديد ونحو ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم يصيبه خوف، يصيبه خوف. العلماء يقولون هذا أدب منه ويتأدب به المسلمون من بعده، أنه صلى الله عليه وسلم مع عظيم طاعته لله إلا أنه يخاف، والخوف هذا بسبب أنه يخاف أن يعاقب الناس بسبب عصيان العصاة والفاسقين، يعاقب الناس بسبب عصيان العصاة والفاسقين. فإن الرياح قد تكون نقمة، قد تكون الرياح عذاب، كما حدث لعاد، كما أشار، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فعرفت ذلك في وجهه، فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. لعله يا عائشة أن يكون مثل هذا الحال، فإن عادا كان هلاكهم مقدمته أنهم بعد أن تدبروا وكذا 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 من العصيان والكفر، وهددهم نبيهم وخوفهم نبيهم بأن العذاب سينزل بهم وعليهم أن ينتظروا عذاب الله إن لم يتوبوا، فكان منهم أن يعني تهددوا النبي وكذبوه ونحو ذلك، فجعل العذاب عليهم بمقدمات، منها أن السماء أمسكت عنهم المطر وأجدبت أرضهم وحصل عندهم قحط وشدة، وهذا من دواعي التوبة، لكنهم ما تابوا، حتى أنه في اليوم الذي جاء العذاب، جاء العذاب في هيئة ريح سوداء عظيمة ملأت السماء، فلما رأوها فعلوا فعل المتجبرين العصاة الفاجرين، قالوا هذه السحب السوداء هذه دي، هذه سحب تحمل إلينا المطر الكثير تعويضا عما امتنع عنا من قبل، قالوا هذا عارض ممطرنا. فقال الله عز وجل بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لعله كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديته، لعل تكون دي ريح الناس ينخدعوا ويقولون دي ريح جاينا بالخير ويكون معها العذاب، وهذا مع عظيم طاعته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يخاف من مظاهر الريح التي على هذا النحو. ولذلك من أدب المسلم إذا هاجت الريح ونحو ذلك أن يكون خائفا حتى ولو كان هو على الطاعة. لماذا؟ قد يهلك الله، قد يعذب الله الكل بسبب البعض، بسبب البعض. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فقد يكون العقاب للكل بسبب البعض، وما ربك بظلام للعبيد. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا هاجت الريح ونحو ذلك أن نخاف لعله يكون نزول عذاب، وإذا نزل المطر أن يفرح المسلم كما قالت عائشة فإذا نزل المطر أو مطرت سري عنه، سري عنه، علم أن هذه ليست ريح فيها عذاب.
إنما ريح تأتي بمطر. سري عنه، يعني فرج عنه هذا الهم الذي كان به صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب في ريح الصبا والدبور. قال عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. قال: باب في ريح الصبا والدبور. هذه الريح هي الريح الشرقية أي الصبا، وأما الدبور فهي الريح الغربية، والعرب تسمي الصبا أو تسمي الريح الغربية الشرقية الصبا، وتسمي الريح الغربية الدبور. وهذه الريح تعرفها العرب، تأتي في أوقات معينة وتأتي بطريقة معينة، وهذه الريح قد تكون قاتلة. والله عز وجل نصر نبيه صلى الله عليه وسلم بريح الصبا الريح الشرقية، فهي التي هبت على الأحزاب فقلعت خيامهم وكفأت خدورهم وجعلتهم يرحلون غير راجعين، فنصر الله نبيه بهذه الريح. وأما ريح الدبور فهي التي أهلكت بها عاد، أرسلها الله عز وجل عليها فأجعلتهم والعياذ بالله كأعجاز نخل خاوية، نسأل الله العفو والعافية. فخلاصة يعني الباب أن صلاة الاستسقاء سنة، كما عليه قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف بخلاف قول أبي حنيفة، وأنها تشرع لها صلاة قبلها وخطبة بعدها. وقد جاءت في روايات عند غير مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات الله وسلامه عليه ركعتين وجهر فيهما صلى الله عليه وسلم، ثم دعا صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس وحول رداءه صلوات الله وسلامه عليه. نقف على كتاب الكسوف إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.